انا اتصور اكو wishful thinking بالانجليزي، مصطلح كلش حلو يعني. هذا السرد انا ما قريته لا في كلام الصدريين ولا السيادة. ماكو واحد يقدر يقول هذا القرار لازم نرفضه، لان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع، وليس ما حد يقدر يستأنفها. لذلك حتى هذا اللي ورد بأنه على أساس البارتي طالب من شركائه يرفضون القرار، ما له أساس أني أنطيك جارنتي، لأن ما ممكن أن نطلب من الناس شيء مستحيل. هاي واحدة. الشيء الثاني، يعني إحنا ليش ما نركز على شيء واحد آخر؟ هاي الدعوة المرفوعة هي دعوة تعود إلى سنة 2012. أي في 2018 في عز التصاعد ضد الإقليم ونتيجة الاستفتاء، نتيجة أحداث أكتوبر، المحكمة الاتحادية طلعت توضيح، قالت هذا الموضوع مو من السهل نبت بيه، لازم ننطي للأطراف، كل الأطراف وقت. زين، احنا هسه في أزمة ولوي ايدي كسر عظام يسموها البعض، يعني اكو مساعي لعرقلة العملية السياسية كلها. ايش جابك انت اليوم تطلع هذا القرار؟ شنو المناسبة تنتظر؟ يعني انا اتصور الحكومة المقبلة راح تتحمل اعباء هذا القرار اكثر مما التحالف. وبعدين مجرد صدور هذا القرار ما يعني كل شيء.